وليد بن حسن المدير المؤسس لمهرجان الدول الفيديوهات التوعوية. الحمد لله اليوم معناتها وصل المهرجان وين نحبوه يوصل. الحمد لله المهرجان قاعد يقدم لكدا. الحمد لله اليوم معنا شاركت معنا أكثر من 50 دولة، والأكثر من 50 دولة اللي شاركوا معنا أكثر من 40 دولة بعثوا الفيديوهات، أو حوالي 40 دولة بعثوا الفيديوهات، والأهم من ذوما ال 40 دولة بعثوا الفيديوهات اللي احنا انتقينا 14 دولة. هذا شرطئات لجنة الفرز 14 دولة، وهذا مهم برشا معناتها من عديد القارات كما نشوفوا من الهند. المخرج حازم جلال من العراق، سعيد جدا بمشاركتي في هذا المهرجان السينمائي الدولي للفيديوهات التوعوية. فيلمي يتحدث عن اضطهاد الإنسان بصورة عامة وقتله بدم بارد. حقيقة أتمنى الجمال والإبداع والألق لهذا المهرجان، وأشكر إدارة هذا المهرجان التي تعمل ليلا ونهار كخلية تنحل إن شاء الله العطاء المثمر في هذا المهرجان. حسن الشاطير مخرج سينمائي من المغرب، وهذه المرة سمعت الفرصة باش نحضر لتونس، حيث ثلاث مرات كنت دائما نشارك في هذا المهرجان هذا. وهذه المرة نشكر إدارة المهرجان على إرسال الدعوة لحضور هذه افتتاح الدورة الثالثة. عندي من 3 سنين التالي نسمع بالمهرجان، وكنت مذهبية لو كان حتى نحضر فيه بالفرجة فقط مش بالمشاركة في لجنة التحكيم. أهم نقطة استخلصتها في هالمهرجان هذا من خلال مشاهدتي للأفلام هي الطموح عند الشباب والفكر الجديد متاعهم وطريقة تفكيرهم اللي تتجلى في أعمالهم من خلال التصوير والسيناريو والتمثيل، لأن شفنا أفلام رائعة معناها تستحق باش تقول عليها كلمة رائعة. عزيز بكروني ممثل جزائري، نظن باللي اليوم لابد أن صدر ديزينيساتيف كيما هادو، يعني مبادرات كيما هذه أنها تتكرر أولا. ثاني حاجة لازم لها يعني تقعد في استمرار، مش ضارين يعني نشوفوا بعض المبادرات اللي ربما تبدأ ومن بعد في ظرف دورة أو دورتين ومن بعد خلاص ما كانش. لابد أن تتكرر وتقعد إن كونتينيتي دون سو جور دو دينيسياتيف. أنا نجم نحكي لكم كيفاش معناها تكونت العلاقة هذه بيني وبين وليد. في وقت من الأوقات اقترح علي أن يكون موجود في لجنة التحكيم. دونك الشيء اللي خلاني أنا ساعة نوافق بالأساس هو أنه المهرجان الأفكار نتاعو سامية برشا، وسي وليد بن حسن ما نخبيش عليكم الفكرة المقترحة أنه باش يعاون الشباب باش يعملوا تقولنا احنا طرف هكا سينما يتطوروا يعطيهم شوية أفكار، نحكيوا على الفيديوهات التوعوية. إجمالا ولاية سوسة خلال السنة خلال الموسم الثقافي تتضمن تقريبا 114 تظاهرة، وال 114 تظاهرة هذه تنظمها جمعيات، تنظمها دور ثقافة، وتنظمها المندوبية وبعض الفضاءات الخاصة. من بين هذه المهرجانات المختصة نحضر اليوم المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية، وهو مهرجان مختص في السينما. وميزة هذا المهرجان هو أنه قاعد يتطور من سنة إلى أخرى، من حيث عدد الأفلام المشاركة، من حيث عدد البلدان، ومن حيث الناس اللي قاعدة تنظر فيه أغلبها هيئة شباب شابة وعندهم برشا حماس وعندهم رؤية أخرى وعندهم طرح آخر. إن شاء الله نقوله معناتها غدوة خير. السلوغان تاع المهرجان إن شاء الله مش يكون للمهرجان عنده شأن كبير على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي، لأنه
هذه فكرة فريدة من نوعها والفكرة اليونيك في العالم أنه مهرجان يقام للفيديوهات التوعوية في مسابقات موجهة وخاصة المسابقة الدولية المواطنة.